الملك الذي على البلد ليس متفرغا أن يرسل إليهم، لكن في إدارة خاصة بهذا لتشعرهم باهتمامه، تشعرهم باهتمامه. على ذكر أن نجاة زوجته من حادث سير، يذكرون أن رجلا نطح زوجته ثور فماتت، يا حظه فماتت. فمر صديقه من غد ببيته فرأى الشارع مزدحم والناس طالعين داخلين إلى بيته، فقال يا أخي إيش اللي حاصل في بيت فلان؟ فدخل عنده في الزحمة وسلم عليه، قال يا أخي إيش اللي حاصل عندك اليوم؟ قال والله أمس زوجتي نطحها ثور فماتت. قال كل هؤلاء جاءوا يعزون؟ قال لا، هؤلاء جاءوا يشترون الثور. من أهم الأشياء استغفر الله استغفر الله طبعا لا أعني أن الواحد يروح يشتري ثور حتى ينطح امرأته، لا، هناك طرق كثيرة للقتل غير النطح. لا والله، لا، أوصيكم بالنساء خيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه لقد طاف بآل محمد الليلة نساء كثير كلهم يشتكين من أزواجهن والله ما أولئك بخياركم، يعني أن الذي لا يعامل امرأته معاملة حسنة يقول ليس أولئك بخياركم، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم جعلهن الله تحت أيديكم، فأمر بالإحسان واللطف إلى آخر، إنما هي كانت فقط يعني نكتة لتحريك الجو فقط يعني لا فحسب.